السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير دائما فين ما كنتم. طبعا موضوع اليوم راح يكون فيما يخص موضوع التوالف بين الأزواج. طبعا بشكل عام نبتدي من الطيور الصغيرة المغردة مثلا إلى حد الروز الكوكتيل. الطيور الكبيرة برضو أحيانا تنفع معهم نفس الطريقة هذه. في أكثر من طريقة نقدر نولف بيها زوج ذكر وأنثى مع بعض قبل عملية الإنتاج أو قبل عملية التزاوج. ليش تطرقنا للموضوع هذا؟ لأنه كثير ما نجد أحيانا لما نحط زوج مع بعض ذكر وأنثى متصير بينهم مشاكل وقتال، وأحيانا ممكن تلاقي فيه مثلا جروح أو إصابات في الطيور. فلذلك لازم في خطوات تعملها قبل ما تركبهم على بعض بشكل مباشر. قبل ما أتطرق لموضوع التوالف في كم نقطة حاب أبينها أو أوضحها لكم. أول حاجة، لازم يكون الذكر والأنثى في عمر جاهز التزاوج. غير كذا الأنثى دائما هي اللي تكون في مكان البياضة، الحجم القفص المناسب مع البياضة المناسبة. دائما الأنثى ينصح دائما الأنثى هي اللي تكون في مكان البياضة، مش العكس، مش الذكر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يكون الذكر في قفص أصغر أو في قفص مشابه لقفص الأنثى لكن ما عنده بياضة، البياضة تكون دائما عند الأنثى. لا تخلي الذكر في قفص والأنثى في قفص، قفصين مثلا صغار أو قفصين حجمه مناسب لكن بدون بياضات، أو حتى لو كانوا بياضات وتأخذهم الاثنين وتحطهم في قفص ثالث جاهز مثلا في مكان الانتاج ولا حاجة، لا، هذه تضعف موضوع التوالف. افضل حاجة انك انت تاخذ الذكر وتخلي الانثى في القفص اللي هو حق الانتاج، خلاص اللي راح يتزاوجوا فيه وينتجوا فيه، وخلي الذكر بجانبها. بعد كذا شيل الذكر ودخله على الانثى. طيب هذه الطريقة اللي هي توليف او تركيب الزوج. كيف نسويها؟ راح اقول لك الطريقه، راح نطبقها مع التربيه الفرديه اللي يكون زوج في قفص، كل زوج في قفص، تمام. لكن التربيه الجماعيه، افضل حل للتربيه الجماعيه في كتوليف يكونوا هم فروخ صغار ويكبروا مع بعض وتحطهم في مكان كبير. في ناس يفصلوا الذكور عن الاناث، لكن ترى حتى اذا فصلت الذكور عن الاناث احيانا الذكور يتقاتلوا انهم يبغوا مثلا اناثي معينه او كذا فيتقاتلوا. هذا طبعا انت حتقول لي هذا على اي نوع من الطيور؟ حصل على نوع الروز الكوكتيل، بعض البابوات الكبيره، وبعضه حتى الباجي اللي هم يكونوا كبار في السن مش صغار. لذلك اذا كبرتهم مع بعض ترى حتى الكناري برضو نفس الشيء يتقاتلوا الذكور احيانا. فلازم يكونوا هم صغار فروخ كبروا مع بعض وبعدين حطيتهم في التربيه الجماعيه. طيب بخصوص التربيه الفرد، افضل طريقه صراحة عن تجربة شخصية وكثير من المربين برضو جربوها وينصحوا فيها، هو الحرمان. حرمان طبعا هذا يعني مربين عالميين كمان، مش بس مربين محليين. هو الحرمان. الحرمان ايش يعني؟ انك تفصل الذكر عن الانثى، تحرمهم عن بعض بفاصل ما بينهم في بنفس القفص، بس البيضة اللي عند الانثى او بقفص اخر للذكر بعيد عن الانثى. هتقول لي في اي نوع من الطيور؟ اقول لك تقريبا اغلب انواع الطيور اللي احنا نربيها، ما عدا بعض انواع الطيور لها حالات خاصة، لكن انا اتكلم على الطيور المتوفره عندنا اكثر شيء. فاذا فصلت الذكر عن الانثى حتقول لي في مده معينه؟ لا، لازم تبان علامات التوالف بين الزوج. علامات التوالف بين الزوج معروفه، ان الذكر مثلا يحك ريش الانثى او يقعد جنبها او يصفر لها، او اي علامات تلاقيهم واقفين جنب بعض احيانا بين الاقفاص واقفين جنب بعض، كلها تدل على ان الزوج متوالف او اصبح بدا ينجذب لبعض، ينجذبوا لبعض، فتعطيك دافع انك ممكن تخليهم في قفص واحد. طيب اذا مثلا انا قلت ححطهم في مدة اسبوع جنب بعض، بعد 3 ايام لقيت علامات توالف، هل اركبهم لبعض؟ نصيحة، لا، كمل لحد اسبوع كامل، لانه هي من اسمها الطريقة هذه اسمها حرمان. ليش تحرمهم من بعض؟ عشان ينجذبوا لبعض اكثر. اذا حطيتهم 3 ايام اذا لقيتهم انجذبوا لبعض وتوالفوا، ممكن احيانا ما تكون هي كافية للانتاج. طيب عدى اسبوع وما توالفوا لسه، هل اقدر احطهم لبعض؟ لا، اصبر شوي لحد اسبوعين وهلم جرى لحد ما تلاقيهم توالف. بعد الاسبوعين ايضا والزوج لسه ما توالف، تقدر تاخذ الزوج الذكر وتركبه على الانثى، ما في مشكله، لكن مع المراقبه والملاحظه. اذا لقيت في شجار بينهم بسيط يعني خليهم، ما في مشكله. هذا اذا الشجار ما يؤدي الى اصابات او جروح لا سمح الله، او اي مشاكل في القفص. لكن إذا مثلا لقيت الذكر يهجم عليها أو الأنثى توخره، هذه كلها طبيعة. حتى الأزواج اللي تحتها فروخ متوالفين بيسووا الحركات هذه مع بعض، هذه طبيعية، ما فيها مشاكل. لكن بعد أسبوعين ركبتهم وأصبح بينهم شجار، الشجار ممكن يؤدي إلى أحد يموت ولا مثلا دم أو جروح لا سمح الله. فديك الساعة لازم تكرر العملية مرة ثانية، تفصل الذكر عن الأنثى وتخليه بجانب بعض مفصولين بقفصين مثل ما قلنا. طيب في بعض المربين يستخدموا طريقة
اللي هي انك تجوع الانثى وقت ما تدخل الذكر عشان الذكر يغرها. هذه طريقة صراحة ما هي يعني طريقة احترافية او ما هي طريقة جابت نتائج كثير كويسة. ممكن يكون في احد المربين نجح فيها، لكن انا اتكلم بشكل عام، يعني ممكن نسبة وتناسب، يعني 20% مس اللي جربوها نجحت مثلا انه الذكر دخل وغر الانثى. وهذه ما هي بشكل عام، لا هذه فقط في الباجي تقريبا والروز، ما هي موجودة في بعض الطيور الثانية الحركة هذه، لكن نسبة نجاحها ضعيف. وأنا ما أنصحك أنك تجوع الأنثى، ما في يعني ما في فائدة أنك تجوع. التجويع ما هو حل للتوالف بين الزوج، بالعكس يأثر على نفسية الأنثى أنها تكون جيعانة وتبغى تأكل، ما تبغى تتوالف ولا تبغى الذكر، ممكن تضاربه. فمثل ما قلت لكم ما تنجح كثير الطريقة. في ناس تقول هل ممكن أركب الزوج على بعض وأنا وحظي أشوف إذا صابت أو خابت وبعد كذا أفصلهم؟ عادي ما في مشكلة، ممكن تأخذ ذكر وأنثى تحطهم في قفص واحد، يجوز أنهم يتوالفوا بشكل مباشر بدون أي تعب، سبحان الله، وممكن أنهم يقتلوا بعض. فأنت لازم في موضوع تركيب الأزواج هذه تحتاج شوية مراقبة وشوية جهد، أنك تتابع حالتهم وطريقتهم في التوالف أو مع بعض يعني. فإذا لقيت في مشاكل، إذا أنت مستعجل طبعا، لكن أنا أفضل دائما في البداية أنك تفصلهم عن بعض عشان ما يكون في أي تقارب، مثل ما قلنا طريقة الحرمان. لكن إذا أنك أنت حاب مستعجل أو مثلا تبغى تجرب تشوف، ممكن أنك تعدي خطوة كبيرة أو تعدي مسافة كبيرة بدل ما تولفهم وتركبهم وتاخد جهد من وقتك وكذا، تركبهم مع بعض ما في مشكلة. وإذا حصلتهم ما متوالفين أو بدأ يصير فيه شجار ممكن يؤدي إلى مشاكل، لا تفصلهم عن بعض وتطبق الحركة الحرمان. هذه الطريقة فقط؟ لا، في طريقة ثانية برضو طريقة جيدة، لكن هذه الطريقة مناسبة مع الأشخاص اللي عندهم كمية طيور. يعني مثلا مو زوج واحد يبغى يولفه، لا، لو زوج واحد بس طبق معه الحركة الأولى. لكن لو عندك مثلا 10 أزواج مش متوالفين ودوبك مشتري مثلا 10 ذكور و10 أناثي، فيها حركة حلوة أنك أنت تحط الذكور والأناثي في قفص كبير، طيب، وتراقب اللي يسوي مشاكل أو اللي يسوي مضاربات أو شجار وتفصله عنهم، وتنتظر تلاقي كل ذكر راح يختار أنثى. يعني تلاقي فيه ذكر توالف مع أنثى، تأخذه وتحطه في قفص، هذا ما عنده أي مشاكل، خاص متوالف، لأنهم هم حيختاروا بعض. هذه تسهل عملية التوالف، لأنه كل زوج حيختار بعضه فحينتج مع بعض، ما عنده مشكلة. لكن في نفس المرحلة هذه، في نص المرحلة راح تلاقي فيه مشاكل بينهم، فلذلك افصل اللي سبب المشكلة. في ناس تقول أنا عجزت أني أنا أولف ما بينهم، انتظرت حتى شهر ما توالفوا ويضاربوا بعض. هذه الحالة تحتاج أنك تغير الذكر أو تغير الأنثى، تشوف مين اللي حاب يتوالف أو حاب يتزوج، والطرف الثاني اللي يبغى يسوي مشاكل، فتفصلوا إذا يأست طبعا من توليفهم. وهذا قد يجوز، يعني أحيانا مهما تسوي الزوج ما يتوالف، خلاص هي الأنثى عنيدة أو الذكر عنيد أو ما يبغوا بعض، فغير الذكر أو غير الأنثى، مين اللي يحتاج تغيير ومين اللي متوالف أكثر أو يبغى يتوالف خليه. كان هذا الموضوع باختصار شديد، يعطيكم العافية، وشاركوني بعد تجاربكم عشان أنزلها للمتابعين. يعطيكم ألف عافية وشاكر لكم على المتابعة. الموضوع اللي تكلمت فيه أمس فيما يخص موضوع الروز أو الكوكتيل أو بعض الطيور أن احنا نخلي البياض عند الأنثى، هذا له عامل نفسي للأنثى أنه يهيئها للإنتاج. الذكر كذا ولا كذا طال ما هو بالغ هو مهيئ للإنتاج، يبغى يتزاوج يعني، إلا طبعا إذا بعض الظروف، لكن الأنثى هي اللي تحتاج أنك تجهزها للإنتاج. فلما أنا قلت أنه إحنا نحتاج نحط الأنثى في البياضة في القفص اللي هو نبغى ننتج منه وندخل عليها الذكر، فالذكر يبغى يتزاوج ما عنده مشكلة طبعا إذا توالفوا يعني، والأنثى مهيئة لأنه عندها بياضة فتبغى تبيض. فدائما الذكر هو اللي يسبق الأنثى في موضوع الإنتاج أو التوالف أو التزاوج. فلذلك لما أنت تخلي الذكر هو اللي عنده البياضة هو في القفص الأساسي، وتأخذ الأنثى من القفص الآخر وتحطها في القفص الأساسي عند الذكر، الأنثى تحتاج وقت على بال ما تتعرف على البياضة وعلى بال ما تتوالف، فأنت قاعد تأخر كذا. لكن لو عملت نفس الطريقة أنا قلت لك عليها، أن تخيل الأنثى هي اللي في البياضة وتدخل عليها الذكر، مع أنه في كثيرين ممكن يختلفوا معي في هذه النقطة واختلفوا معي أوريدي في الموضوع أمس، لكن هو هذا الموضوع اللي راح يخليك تختصر في الإنتاج وفي التوالف.
جرب هذه الطريقة وجرب الطريقة الثانية، قد تنجح معك طريقتي، قد تنجح معك طريقة مربي آخر، كلها نصائح وكلها تجارب. وبالعكس هذا المجال جميل لأنه تقدر تقدم فيه أكثر وتقدر فيه تجارب مختلفة. ومثل ما قلت أمس، ما في حاجة اسمها قانون واحد يمشي على الجميع، يعني مثلا لازم 1+1 = 2 في الطيور، لا، في أكثر من طريقة، في أكثر من تجربة، وأنت لك الحرية في اختيار طالما ما في مضرة على الطيور وكله يصب في صالحهم. بالتوفيق لك.